هو مشكل ديال تساقط الشعر. تساقط، نعم. بالنسبة لتساقط الشعر، كيف شرنا البارح، انه كاينين اسباب كثيرة، نعم. سواء داخلية سواء يعني نتيجة ديال المرض معين اللي خصو ضروري يتعالج، او لا نتيجة ديال سوء التعامل مع الشعر. على دونك أي هو أحسن حل لأي مشكل هو معرفة السبب في البداية. ضروري 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 تعرف السبب، لانه ما يمكنش يكون علاج لما كانش تشخيص. تشخيص. وحتى كاينين بعض الادويه اللي تيكونوا هما السبب ديال تساقط الشعر. دونك من بعد ملي يكونوا الناس ياخذوا ان تريتمون ولا شي حاجه، ضروري يقراوا هذيك لا نوتيس، ضروري يعرفوا العواقب ليفيكت ديالها. سكوندير فوالا ديال الضوء. بالنسبه لتساقط الشعر، دونك بالنسبه لتساقط الشعر، المادة اللي تنصح بها بزاف هي اللي عزيزة على هناء، الثومة. هي الثومة. نعم. الثومة هي من النباتات اللي قليلة، اللي كتجمع نسبة مهمة من المكونات النافعة للصحة، فيها الأحماض الأمينية، الفيتامين، الأملاح، ليزوليغو إليمون، وخاصة فيها دي كومبوزي ديال السوفخ اللي عندها خصائص فارماكولوجيك مهمة بزاف. ولكن فيها رائحة قوية، يعني جوستومون فيها يمكن واحد رائحة. السمية اللي يستحمل هذيك الرائحة ديال الثومة اللي كتخليها في الشعر. وي صح، ولكن كاينين اللي كياخذوها كوم زعما تريتمون، يعني نعم كاينين الناس لازم اللي كياخذوها كوم نستحملوا. فوالا. دونك كيف قلنا، المكون السفخي ديالها الرئيسي هو لالين او السبوكسيد داليسيستين، اللي كاين في الداخل ديالها في لابولب، واللي منين تنقسمو الثومه تيدخل واحد لونزيم لاميناس، و تيحولو لاليسين، هو اللي تيعطينا ديك الريحه القويه. وهنا وكاين فرق بين الثومه البيضاء والثومه الحمراء. الثومه الحمراء تتكون بلو اكثر قوه، من اكثر تركيز، يمكن حتى رائحتها اكثر قوه من الثومه تركيز. البيضاء. ولكن تكون اكثر شكون الانفع؟ تركيز من هاد فوالا انفع، وهي ديما اللي تنصحوا بها. دونك وهاد الثومه فيها يعني الاحتواء على هاد الكومبوزي السوخي هذا، وعلى الفيتامين سي والمغنيسيوم، هادشي تيعطيها واحد الخصائص انتيبيوتيك. دونك هي واحد الانتيبيوتيك ممتاز، يعني سواء في استعمال داخلي يعني كتسكال او لا استعمال الخارجي. غير هي باش نستافدوا منها ونستافدوا من داك لاليسين، هي خاصها تستخدم هاد الثومه هادي ما تكونش طايبه، لانه الحراره كتخرب كميه كبيره من هاد الماده هادي. دونك الناس اللي تيبغيو بعد سيدي تتقول لك تنشد الثومه تنطيبها لا اون بوغي وعاد تنعملها تناكلها، او عاد تنعملها للشعر، لا. اذا كاين وصفات اللي ممكن اننا نستعملوا بها الثومه وندخلوا فيها الثومه وتخفف لنا من الرائحه ديالنا ونستافدوا منها. كاينين هي اذا خليك معنا مباشره من بعد الفاصل الاشهاري، غنلتقي بك من اجل التعرف على كل هذه الوصفات. اليس كذلك سيده ايمان التازي؟ هو التوم. اذا الوصفات الخاصه بتساقط الشعر. بالنسبه للوصفات الخاصه بتساقط الشعر، كيف قلنا التوم يسوفي انها تقسم الثومه على النصف وتتحك بها البلاصه اللي يعني البلاصه اللي فيها سورتو البلاصه اللي خاويه هنا على فروه الراس. فوالا على فروه الراس، هنا باش السيدات اللي تيكون عندهم يعني البلاصه بدات تصلع لهم، فيحاولوا كيف سبق وشرت في حلقات سابقه انهم يهيجوا الفروه ديال الشعر. دونك يحاولوا ما امكن سواء يعملوا دي بيكور ديال البرا تكون معقمه غير بشويه، الا ما قدروش ياخذوا قطعه ديال الصوف ويحكوا بها الشعر مزيان باش يهيجوا دوك البويصله ديال الشعر، من بعد يحكوا الثومه يوميا. نعم، باش نفسروا هذه المساله سيده ايمن تازي بشكل جيد، فقلتي اما ناخذوا ابره وتكون معقمه طبعا وكنستعملوها غير حنا بوحديتنا، الا كنا غنعاودوا الاستعمال ديالها نعاودوا نطيبوها ولا نعقموها. اذا غير الراس ديال الابره، هذاك سواء اللي كنعملوا به الحنه ولا اللي كيكون كنستعملوه في المسائل الطبيه، كنعملوا بحال الثقب في الشعر ديالنا.
يعني غير 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 بحال غير كنهيبوا كنهيبوا بهذا المصطلح الا ما قدرناش يمكن نعطيو لشي حد اخر يعملها لنا جوستمون وي الا ما قدرناش نعطيو لشي واحد اخر هي ما كنحسوش حنا ما باغيينش نوصلوا للالم باغيين غير لا جوستمون غير سهيج خايبان لينا شي شويه ديال الدم ولا شي حاجه على اي حنا ما كنحسوش بالم كبير الا ما استطعناش كيف قلتي قطعه ديال الصوف ولكن المفروض ان قطعه الصوف تكون ما ناخذوش اللواط خشينه لا خاصها تكون خشينه باش كتقدر تعمل لينا هذاك بحال الشكل ديال التهيج هذه طريقه تعملوها تتعمل في يعني طبيا باش تتعالج هذاك لتسهيل دخول لا كاننا كنفتحوا المسام جوستمون تنهيجوا دوك البويصلات ديال الشعر باش يستقبلوا تيستقبلوا المكونات ديال هاد الثومه هذه يعني تيولي واحد تكون النتيجه يمكن اسرع او لا افيد تكون النتيجه اسرع كيف قلت انك تعمل هذه كتعمل الناس كذلك اللي عندهم الصلاه الناس اللي عندهم التونيا نعم اذا الوتيره ديال استعمال الثوم والطريقه هي كيف قلت هاد الطريقه هذه والوتيره بالنسبه للناس اللي تيعانيوا يعني من واحد التساقط كبير فهي الوتيره تكون يوميه لان كيف قلت هذا سي ان تريتمون نعم خاصها تكون يوميا غادي تحملوا شي شويه ولكن اكيد النتيجه لانها كتبدا كتنبت الشعر من 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 يعني ما يمكنش نعملوا معها احد زيوت العطريه من اجل يعني التخفيف من الرائحه هي زيوت العطريه نقدروا نعملوهم في وصفات اخرين اللي هنا كنعملوا الكونتاكت ديريكت مع الماده يعني مع الثومه كونتاكت ديريكت مع الجلد شنو تاثير الثومه على الشعر الا كان دهني واش كتنشفوا ولا كناشفوا كتنشف هي الثومه لانكونفينيو ديالها انها كتنشف لينا الشعر اذا لما نغسلوا نعملوا ديمالوغ باش نحاولوا نحافظوا على التوازن ولا حمام زيت هي الثومه كيف البصله نفس ليفي عندهم تينشفوا الشعر ديجا حنا ملي غنعملوا هاد الوصفات هادو ما نحاولوا ما نوصلوهمش للاطراف حنا كنعالجوا فقط غير الفروه ديال الشعر طبعا لان الشعر كينبت من الجذر فالاطراف ما عندهم علاج اخر الا كانوا متقصدين فوالا اذا اول وصفه لتساقط الشعر هي الثومه ثاني وصفه غادي ندخلوا فيها باش تجينينا مع جميع انواع ديال الشعر وهاد الوصفه هذه عطات نتائج ممتازه وبزاف ديال السيدات يعني كثار اللي شكروها ووقفت لهم نهائيا غير بين قوسين ايمان تازي بالنسبه للنتيجه راه على شحال كتبان لنا النتيجه النتيجه نحاولوا ما نستعجلوش لان هو بالنسبه لهذه الوصفه اللي غادي نعطي في اوبو ديال شهر كيبدا شويه الشعر تيتوقف على التساقط اوبو ديال 3 موا تيكون توقف نهائي وتيبدا شويه تيبان لنا الشعر بدا تياخذ الفوليوم ديالو اذا 3 شهور عاد ممكن نحكموا واش الوصفه نجحات او لا ممكن نسجلوا هذا التاريخ عندنا ان يمكن ما نعرفوش وقتاش بدينا التريتمون ديالنا نسجلوا التاريخ ديال في الكتيب الخاص بكل سيده طبعا ممكن تسجل التاريخ ديال البدايه ديال هذا العلاج اللي عملات ومن بعد مرور 3 شهور اكيد غادي تلاحظ ان هناك تغيير هي غادي تلاحظ من بعد 4 ديال الاستعمالات يعني من بعد شهر غادي تلاحظ وغيشجع يعني من بعد حيت هذه الوصفه اللي غادي نعطيك تستعمل مره في الاسبوع فمن بعد 4 ديال الاستعمالات غادي تلاحظ فرق كبير وغادي تشجع انها تبقى تعملها دونك الوصفه شنو فيها الوصفه فيها 3 ديال الفتوص ديال الثومه حمراء بصله حمراء تكون متوسطه معلقه ديال الزيت سواء زيت زيتون او لا خليط ديال الزيوت اللي هي زيت زيتون وزيت زيت الخروع ويمكننا نعملو زيت لوز او زيت ارغان او لا يعني زيت نباتي او زيت زنجلان دونك وحبه ولا نصف حبه ديال لافوكا حسب طول ديال الشعر وحسب كذلك دهنيه ديال الشعر نعم دونك هنا كنعملوا هذه المكونات كامله هي كنعملوها في يعني الثومه كتقسم على النص كتعمل يعني البصله تتحيد لها الجلفه ديالها تتقطع وتتعمل في الخلاط وتنضيفوا لها لافوكا تنضيفوا لها الزيت وتنضيفوا لها شويه ديال الماء باش تكون لا تكستور ديالها سهله وما يبقاوش لينا دوك الفضلات يعني نعم. الفضلات يبقاو لينا في الشعر يديرونجيونا في الغسيل دونك هذه هي الوصفه تتعمل على شعر نقي في
بحال مثلا يكون مغسول اليوم الغدي نعملوا الوصفه تنخليوها مده ديال حتى 3 ساعات. غير هو بالنسبه للثومه تستعمل عندها واحد ليفي انها مخفضه للضغط كتهبط لا طونسيون. دونك الناس اللي ديجا عندهم انخفاض الضغط يحاولوا يردوا البال اون فوا يجيهم الدوخه ولا شي حاجه يمشيو يغسلوا الشعر ديالهم. دونك اون فوا السيده تحس بالدوار ولا تحس بالدوخه تمشي تغسل الشعر ديالها صافي راه غادي تكون استفدت من هذه الوصفه هذه. نعم. اذا انا 3 ديال الفصوص ديال الثومه بصله وحده متوسطه حمراء معلقه ديال الزيت سواء زيت الزيتون او خليط من زيت ارغان زيت الزنجلان زيت الخروع او اي زيت نباتيه وحبه وحده من لافوكا لافوكا حسب الطول ديال الشعر حسب شنو غادي نحتاجو. كلشي كنعملوه في الخلاط الكهربائي مع اضافه القليل من الماء من اجل تخفيف الخليط. قلتي كنصفيوه؟ لا هو باش ما يبقاش عندك الفضلات ديال البصله. الا كان فيه الماء وطحن مزيان تيجينا بحال اون كريم يعني ما غير ما نحاولوا ما نخفوش بزاف باش ما ينزلش لينا الماسك عاوتاني. دونك صافي كنعملوا الشعر يكون فازك يعني مبلول حنا كنبلوه بالماء وتنعملوا عليه هذا الماسك هذا وتنعملوا واحد البوني ديال البلاستيك وفوطه وكنخليوه حتى 3 ساعات وتنغسلوه. بالنسبه للتخفيف ديال الرائحه هادشي اللي بغيت ناكد عليه لان هاد الخليط ما بين الثومه وما بين البصله واخا كيتغسل الشعر راه كتبقى الرائحه يعني حنا كنذكروا هاد المساله من البدايه واخا كيتغسل حتى المره اخرى كيبقى الرائحه. كيجيو تساؤلات بانه بقات الريحه ولا هذا حنا كنقولوا راه هاد الوصفه هادي راها مفيده جدا لتساقط الشعر ولكن لازم من تحمل الرائحه جوستومون وكنخفوا هاد الرائحه بقطرات من زيت الحامض العطري. زيت الحامض العطري تيخفف لينا الريحه ونحاولوا حتى الشامبوان اللي غادي نغسلوا به الشعر يكون يعني حتى هو تكون فيه رائحه قويه فوالا تكون فيه واحد الرائحه باش شويه يخفف لينا وحتى هو نقدروا نضيفوا له قطرات من زيت عطري باش نخفوا الرائحه. ديجا القطرات ديال زيت الحامض العطري كتخفف بعدا الرائحه بواحد البورسونتاج كبير. نعم اذا هذه هي الوصفه ديال اليوم الخاصه بتساقط الشعر. كنوعدوا المستمعين اننا غنتحدثوا على الشعر طيله اسبوعين يعني انه راه مازال عندنا الوقت الكافي من اجل طرح اي تساؤل وايضا التواصل دائم معك سيده ايمان تازي عبر صفحه البرنامج اللقاء المفتوح في الفيسبوك.